سوا استولى. تجمع مواطني نجف الأشرف أمام دائرة الكهرباء بسبب تردي الأحوال الكهرباء. وغلق الدائرة. غلق دائرة كهرباء النجف من قبل مواطنين النجف الأشرف. بسبب أوضاع الكهرباء تعبانة. شاركونا البث حبايب، شاركوا البث، خلي العالم يشوف وتطلع. شاركونا البث. واصلت لهم خبر انه الناس تريد تحرق البيوت. بسم الله الرحمن الرحيم. نداء إلى أصحاب الضمير الحي. أخوان، أكلمكم من العراق، من محافظة النجف الأشرف، العراق اللي عمره 7000 سنة، عراق الحضارات اللي كل سنة ميزانيته انفجارية. يطلع المسؤول يقول هالسنة راح وراح 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 نصدر كهرباء، وصار لنا 17 سنة. هاي الأحزاب الفاسدة، الأحزاب العفنة، الأحزاب الخايسة ضاقتنا على قولة أهلنا من هالفج لهالفج. هاكم شوفوا، هاي أنا أتكلم عن عائلتي، أنا أريد حقي زين. هاي أطفالي ما جاي تنام بالليل، أطفالي جاي تلوع من الحرب. أيوة، كل احنا متعذبين، كل احنا متمرمرين. الناشد الخيرين نقول لهم هاي الحكومة العراقية اللي نصها لابسع مايم، نصها لابسع مايم. يطلع كل واحد يسوي لنا العراق مو جنة، يسوي لنا من الجنات السماوات، شلون الجنات الخلد ماكو. وتالي هو وأحزابه وزمرته يبوقون. احنا من أمام دائرة كهرباء محافظة النجف. خلي يسمع صوت المدير، خلي يجي يطيني يربط لي وطني على الطوارئ، يلا أرجع. خلي حالي حال هاي 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 الأحزاب، مو جاي يربط لهاي العفطية حشم يسمع، وهاي السلابة يربط لهم زين، رغم انه عندهم وطني طوارئ مولداتهم بالشارع. خلي يجي يربط لي وطني، انا مواطن عراقي اعطيه مستمسكاتي، خاف يقول هذا بنجلاديش. انا عراقي واريد حقي وجاي اطالب بحقي، وغصبا على اي واحد من رئيس وزراء الى اصغر موظف بالدوله، غصبا على اي واحد يلبي لي طلبي. انا مواطن عراقي منتسب لهذا البلد اللي عمره 7000 سنه، بكتوه سلبتوه نهبتوه، طببتوا المخدرات، طببتوا الحراميه، طببتوا العصابات. الله ينتقم منكم ان شاء الله. هسه يجينا المدير، خاف يوم الخميس ما اجانا والاربعاء، ترى احنا احترمنا الوادم اللي رجعتنا ورجعنا، بس اليوم بالنسبه لي ما ارجع. خلي يجي المدير اطلب له للدائره، خلي يقعد، انا مواطن اد الحاجه جوا، من حقه اقعد حتى ويا رئيس الوزراء. والسلام عليكم. احسنت ابو عراق. نعرف وين حقوق ذوي الاعتيادات الخاصه. ابسط حق بسيط هي الكهرباء، هي سر الحياه. انا معوق على 100% زين، انا قاعد ب 50 متر بلوك زين، بالمزارع مقابل مطار النجف، مقابل المليارات زين. يعني قسما بذات الله للسبعة الصبح يا الله انام من الحر، من الحر راح اموت. عوالنا ماتت، اطفالنا ماتت، ليش؟ شنو اللي جرينا؟ شنو اللي سويناه؟ ليش يا عمتنا يا اهل الله اطلعوا؟ عوائل مواطني نجف تخرج بسبب الكهرباء.
صلى على محمد بن عمي. ابن عمي صلى على محمد. شرطي وين الشرطي؟ لا عوف لا سيد الدولة تحلى سيد. يلا عوف بحراس. هي الماء طلع غيرته ايش تترجى من عنده؟ الماء يطلع بغيرته ايش تترجى من عنده؟ روح لا طبق السيارة على راسك روح. الله يهديك انت قاعد ساكت تعرف حقوقك تدري لك 60% من النفوط. حبايب قلبي شاركوا البث خلي العالم يشوفه وتطلع تساندنا. شاركونا البث خلي العالم تطلع وطالب حقوقه. يعني هو حقك انا اقول لك اطلع طالب بي. الله اكبر. الفتنه مع الاربعه وكتل الوادي ودائما يسالنا فتنه قائد الشرطه. وفتنه هاي مال ذاك اليوم من يصيح عائله المحافظ جوه والمحافظ لو بيحافظ ما يعوف عائلته جوه يروح لبغداد. انا اقول لك انت الكاظم يسمعني انت جيت بدماء الشهداء رفعوا صوتك في التحرير مو احنا ما نعرف انت جاي شوف اللي جاي يصير مريت كفرات كفرات مريض تري شغل حقيقي كافة حبر على ورق كهرباء ماكو. اسمعني هل افتهمني اوصل لك رسالة مو يجيك واحد يقول لك اني من المتظاهرين من كذا وصدقته ولا تقول هاي قلة وادي مهناني. كهرباء ماكو محافظين ما بدلتوا والله من امس واليوم ما نايم. تعال اوديك على الفساد بالنجف تردون فساد على المحافظ. تعال 32 مشروع سكني ما كمل منه غير مشروع ونص من سنة 2009 لحد الآن. هاي وحدة 17 سنة كهرباء ماكو ولكم مصر استحوا بسنة وحدة بالثلاثة مليار دولار. شركة سامسونج سوت المصر كهرباء قامت مصر ايش كبرها اللي احنا عبارة لهم ايش قد ايش قد 20% من مصر احنا ربع معل وانتو صارفين 117 مليار على الكهرباء. 117 مليار يعني احنا كهرباء تعبانه وصدر للدويل. انا اعتب عليك الشارع وانتم الشيعه يا حسين وينكم؟ ليش ما تطلع خايف شنو خايف تموت؟ مو خايف تموت لك والله ما تموت موت ولا تعيش بذله. حبايب شاركونا البث الله يحفظكم شاركونا البث خلي العالم يشوف وتطلع ويانا. خاف يصير معي صيار ومن جانب خلي منتسبين الشرطة وشغب يطلبون ومن جانب الأبد. نورت حبايب قلبي شاركونا البث اروح لكم فدوه
اروح لكم فدوى شارك البث. سلام العيون قلبي قلب شوي على ما اروح الحسن واجيك دقائق. هسا احنا متانين المدير كل احنا عدنا كل احنا عدنا اعمال وعدنا تشخص نفسك المواطن دائما شو قتلت نفسك مستقبل اولادنا تالها كورونا رجعك بالنعال ها اي والله ولحد الان ما يعرفون يسوون لهم النتيجه صحيحه وهسه خابص نفسك على الدوائر كلك انت شايف من دوائر عندك احياء سويت الاحياء بيك حار دبان انت المفروض الفقير مالتك افضل من زنقين الخليج وانت قاعد بتشينكو اي والله والزنقين مالتك ماكو عود مسوي له دبل فاليوم 200 متر اذا انطفت الكهرباء ينصم الصمت خابص نفسك تجي دائره الكهرباء على مود تجرلك ياخذون منك 160 و 150 هي وين الكهرباء حسبي الله والله ما شغل وش بيك انت ولك انت ما جاي تفتهم ما جاي تفتهم الله كريم باوع افتهمني افتهمني الي هسه شحكي وياك بيا لغه لك والله ما جاي افتهم منكم انتو انت ايش خابص نفسك بسيارتك وتفتر تشوف ناس واقفة طالب حقك اطبق سيارتك مثل اوادم منزل وياهم لا تولي ولي روح لك لا تضلي هنا نسوي لنا مشاكل لا انت رفحاوي لو ذي للاحزاب لو من فدائيين صدام جاي تاخذ رواتب مليون ونص ومليونين وعوائلكم بالخارج وجاي قاضي هنا وانسى بيتك فارغ والسوالف الفارغة كل شي نعرف عنكم افتهمونا حقوقنا نريدها جاي نقول لك 17 سنه ما سويت كهرباء هسه صار لنا شقد طالعين لك بابا طاينا دماء لك عمي طاينا دماء دماء تفتهم كل شاب وقع يسوى ملايين من الذيول يعني ما ننساها الا تسحقونا كل احنا تفتهمني لو ما تفتهمني على جثثنا فجاي نقول لك اليوم طالعين لك على الكهرباء يعني انت عائلتك مرتاحه لو خلك مولدك هاتي اشي طبيعي بس خل افتي انت شنو وضعيتك يا عمي انت وضع المواطن وانا ابدا اسالك انت يا الكاظم واشوف الكهرباء شنو ايشو جاي تطلع عندنا محافظه 23 ساعه محافظه 24 ساعه محافظه 19 احنا شنو ولد من شنو احنا ليش 9 ساعات وليش المولده عمي ما عندنا فلوس ندفع للمولده 9000
مروحه بالقوه شغله تشك 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 رجعنا قطار السريع. اي والله هم قطار السريع. يلا حلوا لنا اياها. اريد كهرباء والمحافظين والنواب هم اريدهم. هاي الكابينات البل هاي الكابينات البل محافظات هاي ذول الاحزاب لازم المحافظات تمريدها. وريد شو نقول لك؟ والله العلي العظيم جايكم نحل البرلمان. البرلمان نحله نحله نحله. احنا نموت بمكاننا يطلعون الاف. برلمانكم التعيس نحله. وهذا دستوركم ما كل اللي سويته على قياسكم بدي ربع اردان هذا مالتكم. والدول الساندتكم خلوا وصلها هاي بالاسخارت ما السماي من المتحده انتم شعري الاصفر ساعه لبسي لي وردي ساعه لبسي لي جوزي وبعت حقوق الانسان. هذا مو ارهاب هذا مو ارهاب هذا سلوكات الا واحد عاد هذا مو ارهاب هذا سلوكات الا واحد ساحق له شاب عاد شوفوا هنا هدا اوصل مثل يعني ايش قد بانه امريكا قسم منهم يهود قسم منهم واعد ومديان ونحكي عليهم فازين وهاي واحد انقتل واحد انقلبت الولايات المتحده الامريكيه انقلبت ملايين نزلت وانتم لكم 800 شهيد 5000 معاق اسئلك بيني وبينك تقول لي والله دول اصحاب حق اقول لك ليش ما تجي تصفن يا عمي يزيد وشمر شنو شغلهم كانوا هم عند الخليفه معاويه ويزيد هذا الشمر وعمر بن سعد هم ياخذون اوامرهم من مين ياخذون اوامرهم؟ ياخذون اوامرهم من الخليفه كان ليش تلعنهم وتقول لعنه الله على الشمر؟ لا لعنه الله عليك همينه لانه انت همينه مؤتمر الفاسد نفس المنطق نفس المنطق قيسه قيسه بعقلك مو عبالك جنه انت صليت صليت لك دقيقتين وصمت وما ادري شنو هاي ما تاكل باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بما اني بيالغه حاشكم ما تقول لي بلغه الدين ما يفيد ما جاي افتهم هذا اللي قال بويا انت يا مهدي الكربلائي من قلت بيوم تبديل الرايات على الشعب ان يثور على الفاسدين كما ثار الامام الحسين ليش اللي بنص الطريق وتيهت شلون شوفوا هموني شلون الله كريم هاي بقيتونا في جماعة الحسين ترى بقينا في جماعة الحسين ما بينا بكل محافظة 70 وراح يقتلونا بس وحق لا إله إلا الله إذا هاي الناس اللي طالعة تطالب حقوقكم انكتلت بلاء السماء ينزل عليكم وأولها كورونا دق العالم كله لأن الصين يبوق بالعراق منو اللي يبوق بالعراق؟ الخمسة الدول الدائمة العضوية بالأمم المتحدة كلها تبوق بالعراق حتى الصومال ولك السفير العراقي بالصومال خاله صومالي مسوي له شركه وهميه ياخذ دولار همين من البنك المركزي ب 119 ويبيع ب 121 ويوميا شايلهم ويعبون وانت نايم بالذيل حسبي الله العلي العظيم ما ادري ايش اقول لك يعني شلون شو اوصل لك؟ شو اوصل لك وش احكي وياك؟ طقت ارواحنا بس نقول لكم ونوصلها للاحزاب للبرلمان مثلنا لا يبايع مثلهم خلاص صار حد فاصل بيننا وبين الفاسد بقى اللي يريد يوقف ويانا خليه يعتقد بانه هو الحسين والله العلي العظيم اللي كثر السواد علينا ما الى رجاء ما الى رجاء انا هاي كلمه احكيها وروح لاي عالم دين وسئله قل له شفت اهل الحق موجودين ووقفت على جانب ما انصرتهم شوف ايش يقول لك وقل له شفت اهل الحق موجودين وانا انصرت الباطل شوف شو يقول لك انا لهنا انا واقول لكم هاي الثله البسيطه ان انتهت وبالفعل لانه احنا راح نتوجه همين لبغداد في يوم من الايام راح نتوجه لبغداد لحل البرلمان لانه مصايبنا كلها من البرلمان البرلمان لا يمثلنا البرلمان لا يمثلنا اي والله راح نطلع لهناك وبواب الخضراء يقتلونا وننتهي لا بأس جزاكم الله بعد هذا وصلنا وانتم شوفوا شوفوا الوضعيه الله كريم الله شوف صارنا ثلاث ايام نحشد على الكهرباء هسه ما ادري جزء بس بيوتنا ما بيها كهرباء والله ما افتي لا كلها بس الناس نايمه الشعب نايم ما جاي افتي ما يطلع ليش يشوفون خليه يشوف احسنت احسنت ابو خاص Thank you.
باقر الحسناء وين الكهرباء زين انت وين عايش؟ من امس واليوم ترى ما نايم اني. وين الكهرباء زين وين؟ اي لو تابع للاحزاب انت لو ابوك ابن حزب لو ابن مسؤول. مو مسؤول ابن مسحور. هاي مولدات موفي تصير قاعد في البلد سوي لنا الامير في الاشكالات خليه متعاقب ولا نجيك ولا نوصل حياة الله ابن الكوت عمي حبايب شاركوا نلبث اروح لكم فدوه خلي العالم تجي وتطلع ويانا ترى طالعين على موتكم لا متى تظلون قاعدين ببيوتكم وساكتين عن حقوقكم ترى حقوقكم هاي حبايب شاركونا البث خلي العالم تطلع وتشوف شاركونا البث لا ظلون قاعدين ببيوتكم ترى طالعين على مودكم ترضوها تعلم فيكم كهرباء ما عندكم محافظات الجنوبية 8 ساعات وعشر ساعات لهم بس باليوم والمحافظات الشمالية من 20 ساعة ل 22 و 24 ساعة اروح لكم فدوه تعالوا هنا يمنا عيدها هاي عيدها ليش وده اطلب بس عيدها يلا عيد حج التحر لا تخاف باقر حسناوي احنا ولد السفارات نعم الله عليك يا سفراشة ما قعد من 7 الصبح وجه الظاهر على الكهرباء واحد ذيل انا لا ضليت من عندهم ربح تالي ولا القباس اريد العباس كون الجوع عندكم ويصير والكهرباء 23 ساعة يعطوكم اياها ساعة وكل نص ساعة يطفوها هاي النص ساعة وشمطح السنوي بوق بيالي اي بس انت كملت شو عشان يطلعك رب العلو ولك ذاك كان يخوف الدول ظل الحرام ويفتر علي ويقفص ويطلع لالمانيا ويمشي علي يمشي علي كذاك عليك يضحك علي خايب الجد على مودي الفقير اخذ بلاته وطلع لي السوي اقول لك اخر نجيب شاركونا شاركونا البث والله طالعين على مودكم على دائرة الكهرباء على الفاسدين اللي بيها بالشامية مدي بابا صغير اسمح اسمح هذا المرشح بالشامية مدي بابا صغير اجاهم اي هو هذا وي هذا لبسوا قاط المرشح قال ندب الغترة وذب الدشداشة وذب العقال وذب الشماغ البس القاط وتعال يوم عازميك قال اخوتك ترى ما متعينين قال حفا والله صدق ما متعينين قال له والله ما متعينين ولا واحد من العدم قال له ابشر بهاي الرقبه
قال له اليوم امشي. قال له ترى عازميك الربع زاد ام الحبل هذا يصير. قال له اي اخوي ابوي طب المضيف سلام عليكم. اكو هذا واحد ابن اليتيم ممزوق ده منها بطلونه واقف بباب المضيف. قال له هذا شبي؟ قال له روح امه هذا ابن الشهيد. قال انا جد على ابو دجد. قال انت جد على ابو دجد؟ شاحش سالفتنا مقضيه وياك. هاي الربع كلها تعيلها. قال له ابشر وحق النبي كله حيله. ابوي طاب اكل الثريد وجابوا له مفطح حطوا له من هذا القزال. ضربوا له شاي، ضربوا الشاي، ضربوا القهوه. اسمعني اسمعني شاي كله حتى على الكربه. قال له ابشر سالفتك مقضيه ان شاء الله. سالفتكم فوز حاج مصطفى اخويا خلاص فوز. فاز المرشح، فاز المرشح، باع الكرسي طفر. اجى هذا مكالب الداره جرب يهوسون وشال العلم. اه وين ذاك الشال وصال وصالح الليل. قال له واشك واشك عبد الدول. قال له هذا المرشح الفاز قال انك ضحاجتكم وين؟ قال له حاجي ترى هاي القطعه ان الشعب لا يحب تعال 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 المغفلين. قال له يعني احنا مستغفلنا؟ قال له كان استغفلكم وراح للمال قبض ملاته وراح باع الكرسي وراح سونا. احنا كل يوميه بتطلع الجل اخله جاي رايحين داعي يقول لي انتوا عمي شو تريدون؟ شوفوا حسن خبر حسن انا عندك حاله رضا. والله اي والله ماكو اعداد واحد نطار عند تقول بس علي انا مطفي الكهرباء. قال انا خبيتك وريدك ترى قلبت علي وخذت ملاتي وقشمرتني. هذا مليار وياه قشمرك في الساعه قشمرك والله قشمرك بس اسكت. خذت ملاتي وتريد تجي علي. والكردي حبيبي كم يشوف الناس بعين طبعا يجوز تدني مرات بي قصيرات وياك يعني مو شرط كل المتظاهرين السلميين الاحرار يتشمار وياهم سوى لبع بطلي معمع. قل له طالع على مود الناس فوق عم اريد كهرباء لا طالع على مود حزب ولا طالع على مود واحد العبيد لا ترجع من عندهم شيء. عادل جابر احترم نفسك شنو حرقوها احنا طالعين سلميين. ابو سجاد الطائي والله حاجيه مو ما هالنجف عايشين بذل كهرباء ماكو جوع وفقر وقاعدين ببيوتهم. فارس الزيادي ليش ماكو تنسيق وبيان قبل يومين؟ نشرت المواطنين نشروا هاي الطلعة ما لها علاقة بالمتظاهرين أهل الساحة هاي الطلعة مع المواطنين. أنا أبو المظاهرات يعني. وين وين عصفة صار؟ وين هذا اللي بينه مروحه. حسونا علي عليكم السلام. حجي لك دوب غطاك هذا ما يشرب يموم ما يشرب يموم مطلوب ملاتي ما عمال ما نقدر نركي ما يشرب يموم بسكت عمي يا بسكت صارت وسط العسل تاكل. لا حاضر عندنا ما عاد بعد ما متعدد هاي محلال أقول لك أنت عدتك عليهم خالص من تشرب شرب لكن بصب لنا غدا بعد تعال لا لا واسف على جبوتهم عمي وانكم ذاك واحد سوداني قلب اليوم أمريكا قلبها واحد طلع واحد تحكي بغيره عجي يا سهل شنو بس احنا ما عندنا كهرباء بس احنا عندنا كهرباء شعبنا كهرباء ولا ماي وكرونا جتي تالي سياسي بوق يطفر علي. شنو؟ حبي طافر علي شنو هسه ابو قاسم شنو؟ ما
اخو هذول موظفين وعيني شي طلعه يا اخي ما لا تريد وبجيبه حجي تذينا عنا حجي تذينا عنا هيك شي يا عمي كلمه روح حق النيفك والله تعدي هاي نقطه تاخذها تجيب البانيو اللي بخيمنا قلبي شنو الفرق بين اقصد انه هذا هاي الطلعه مو بيان من ساحه هذا الفرق هاي طلعت المواطنين اللي ما طلعوا المظاهرات واللي اعطاكم لايك تحيلك والله تحيلك لا كهرباء ولا ما يتحيلك حيدر منه حجي ترى بالبث قاموا يحكون بالبث قاموا يحكون على الضحك شاخوي احنا قاضي الضحك الله وكيلك نضحك عليهم كم يضحكوا لا ما ضحكوا ضحكين علينا احنا هم شبعناهم ضحك صاروا لك من طلعنا من المظاهرات نضحك عليهم بس الضحك وصلنا نضحك على خراب بيوتهم الخربوا البلد كله بس نهب نهب ولك ما طلعوا سووا له شغله سووا له ابوي بس يترجى ابوي يبقى علينا ولك بيا شغله هم بيا شغله نجحوا بيها بالتعليم صفر بالزراعة صفر بالصناعة صفر بالتعيين صفر هو ياه اللي خلانا كل ما يقول أنا وهو كله كل شيء عقل التنكة عجيش عجيش ما ترايك من الصبح انت النداء تراسي بيوت والكهرباء ما صار عمله واحد حي هذا ما حيسك تيفو زرب البو هذا تلمتشي قل لي اضوي حي الحبو هاي سلام عليكم لا على مودك طالع حبايب شاركونا البث خلي تشوف العالم وتطلع ويانا حجي شرب اليوم صبر انساني انساني زفر لازم راح اجيب يما هذا الحكم مش بحتيل ما يبني تالي لا اصول ولا برق شو ما حرد رقيه تالي شو ما رقيه يا جمدي عمي كلها تقبص كلها دري كلها تقبص كلها دري عدر لام العجي مو مندس مرتاح وضعنا خربال عمي بس حجي بالبل قام شكون من عندك والحسن قام شكون يا مؤسس حجش بدريق من الصبح وعلي ما متعشم لمس اليوم الله يهديك حجي والله راح اروح من وراك وحقق خلص زينب خلاص طلعناه وحاج برقي العراقيين فتشوا بالروبه قابل لا والله لو مفتشين بالروبه كان ما خلينا السياسيين 2003 لسه هذا طالع عليه كلها صار وكلها تخيل تخيلك منه منو راح نجيب لك ولك يلا يا هو حسن شو ما ليش بحسن كيف يلا خلاص وزنه كافي لا 15 عجوز هل موجود يلا كم يوم نجيب لك ولك خايف ايش نقول وزنه كافي ابوش قاعد ربعنا يا ما نامي ترى هم ما نامي شاتيب ابو علي انت لا ذيل ولا عبيد انت بعثي ما دام تمجد بصدام انت القائد الكبير المتعال صايب الخاص والله لوقيه بس خمد الشيخ ياخذ فلاتي والله عجيب سوالي مثبت الحجي ما ادري ايش ماخذ اليوم الله يساعده السلام عليك سلام حبيبي سلام سلام عيوني
قلب قاسم الغزالي تقول عمي الديوانيه حرقوا الكهرباء بس انتو كل شيء ماكو، احنا طالعين سلميين ما طالعين مخربين، احنا طالعين بسلميه ويصحون علينا مخربين وجوكريه. كذا نحرق وايش شو يصحون علينا بعد. شو يوم الشغب اكثر من عندنا والله هذا اللي يحكم بش بحسين يبوق يخبط خيلك منك حدر ضربت باللغه العربيه. كيف لكم الحسين الشغب الموجودين اكثر من عندنا؟ طلعوا الموظفين شنو ذول؟ الموظفين طلعوا الشغب الموجودين حاطيهم علينا يضربون لو شيء اكثر من عندنا. اروح لكم فدوى اللي تقولون عاش لديكم ابطال طلعوا ويانا وسبتوا مو قاعدين ببيوتكم. عجو عوض حسين راح اصير شو اعمل شو صح ولا بوراك مرضتني انت بس قاعدين. اي والله عددنا كله ضعيف بس عج جديد انت بي انا ما اريده والله فارس زياد مرضنا هذا الحج وعلي انا كاد نجوع لا متعشى امس ولا لحد هناك شو ماكل هذا قاعد بس يسولف. زهراء الحنينه صدام تاج والله بنيه ما اقدر ارد عليك. حبيبي صقر النجف اروح لك فدوه حسين قوم خنق على اخي زين عبد المرف وحق العباس بلد الصين واليابان ويقصون تقعد ويروح يشوف القمر هناك والعباس والوالي هنا ترمش تجي لخمس دقائق تقعد 2003 2005 هاي وتمجد بصدام تروح كم بيت بالنجاة هسه حي كامل هسه لو تجمع حي النجاة على 25 كل بيت كامل منظومه سووا كهرباء شاد الدولة ما نخلي هذا نجمع من المواطن هو المواطن حافي كانوا يقولون احنا ماكو شنو؟ كانوا يقولون احنا ماكو عجي ما بيك ربط من وقف لي جوا كل ما انت ترى وربعه يبقى اسمك اقول لك من طلع الناحية تاخذ انت ولا ما ادري انا ما يصير خل ارتاح مثلك عندي لك احلى ازواجي ولك احلى ما نعرف وضعنا بيج الحفلات شا حج انت وين تصير؟ صار لك 9 شهور قاعد ما جيت ويانا صار سنين وياكم راني سنين؟ لا صار 9 شهور ظاهرة ولك قال من اول مرة من 10 واحد طلعين 10 واحد؟ ايه هاي ليش شنو هاي حجي طالع قبلنا؟ من اكتوبر احنا كنا موجودين والله العظيم هو اكتوبر حجي انا الولد طبعا هو علي اذا اصورك حجي بالبث البس يعلق يعبر الالفية ايوه علي جاسب برسم هذول البحثية خليهم مش يغردون وحدهم ويلبسون انا شغلك بدون ما تعطيني ملاتي شغلك بالكرك شغل ما تعطيني ملاتي دخل يعطوني ملات هسه بوي احنا ايش ربع لك حصتك ولي حصتك والباقي ايش تعطيني من المقاوله ايش قد بجيبك تعال وانت ايش تعطيني من المقاوله تاخذ القاع من هنا لك وتعطيني ملاتي احفرها وتخلي لك عمي هذا الحج اللي مرضني باعوا له مراد البث هذا باعوا له هو هذا الخبصكم خبيصه كلمة ابيعك من هنا اعطيني ملاتي شات الله يا عجي خلي بي عمل يوم ملاتي ما اقول لك ليش لا اله الا الله عجي ترى هم يردون حجة على هسه يصدقون شي حجة ولا احنا قايمين عليهم الحجة هم ماكلين يا كاظم وجاي اقول لك جاي بث ايش بيك انا
اجل ارجع كفره خرب البيت. ما يسكت والله ما يسكت. والله ما يبون بايلي بليون ونص جابتك. اليوم اللي يلعب بدينار تحيدك منه. حج اذا سمعك سيبوين شي صحوله ينتحر. هو خلي يوم ساعه مو ساعه شاعر. بس انا تعرف الوجبه اللي ماخذها شنو؟ هذا فارس زياد عرف الحج من صوته حتى والله واحد نبت يقول عرفته من صوته ما يحتاج الطلع. عجل البيت بتحول بس عليك عافوا عفل الدائرة على على دينك يا صبح وش عذبتونا ما نتايبين وانكم والحسين كي يطرب الحجي عافوا دات الكرماية الله كي يطربت الحجي منك كلها منك عساك لا الله جابك عالي الله يا حظك تصبير ما درى شباعدنا بس ما رب كلها منك ولك انت تضحك علينا ابو قاسم بس هو اخذه بس هو اخذه ابو احلى حسين ما تضحك علي ولكن من ما اجيبك تبوك تغفص علي بس هو اخذه ماشي او في المتظاهرين بس هو اخذه ما نمشي بدربكم اي لا بس بدرب واحلى بدرب واحلى احنا صاحب ونصر ليش هو جوا؟ كان مين يطلع لنا؟ صوتك مباشر؟ هذا مين جاب هذا؟ مرة أظني قام ببث كذا قام صح خلي الحج وخلي الحج عفوا دارت كرفاء وقلتها بالحج يا صاحي ابن ماشي الطرف انت يعني شو نسولف وياكم كهرباء ما اسمع هو قليل علي لك هذول الناس اخوه لك والله عيب عليكم اغنى بلد بالعالم هاي الشباب هاي الطاقات اللي استفاد منها مكلبين هذا من حزب الفلاني تجيبه قوه عينه وتعطيه 3 رواتب واربع رواتب وخمسه وسته وهذا عقد ما تعطيه زين هذول الخط الصد الاول بالصحه هذه السنوات ما عندهم لك انت شنو من مله؟ ريت ابليس شنو من مله الله خلقكم انه؟ اجيت باسم علي وطلعت انقص من معاويه جاب اسم الحسين وقام يقول انا جاي اقول لك شوف هذول العقود كهرباء وكورونا وتقول له حجر لا والحلوه يجيك واحد غير مندس يقول لك يقول لك الاوضاع كورونا لك بابا بالولايات المتحده الامريكيه هاي امريكا اللي بيها كورونا تعبانه واحد قتله واحد انقتل واسود ملايين لا هاي الوان واحده ملايين طلعت طوقت الكونغرس ترامب براسه بالتراب اي ما لنا علاقه ابو علي تبوه على الكاظمي هذول العقود هذول العقود شنو ذنبه عم شنو راتبكم في العقود لا لا جد وراك وين سلام 220 220 تدري 220 الف اذا طلعت الاولى اذا طلعت التركية يطوق يطوق ورقة ونص اذا طلعت التركية يطوق ورقة ونص هاي تركيا اللي ما عندها كل شيء 17 مليار موازنتها اللاجئ يطوق ورقة ونص وانت هذا عقيد مسجل عقد تضحك على العالم فما تضحك على العالم Thank you.
حي الله ناصر السعيدي، حي الله زلم الناصرية. شاركونا البث اروح لكم فدوة. حيا الله بن حكيم 13 سنه على ابوكم لابو جبل جابتكم ايران وامريكا لا حتى ايران براسه افتح 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 السيارة القائد الشرطة افتح على السيارة الريد باي وكهرباء مريد كل قرامي زين موطى شبعني اليوم جوعني باكر عجيب من طالع التهناجات مثل المحافظة كاملة عوض الحشوش ماخي يا اخي غلط تحكي كان حجر على فدوة لا والله
الحسين ما قد الحرامية. ويه حسن شيفن طلعنا على مود الكهرباء لا طالعين على مود رواتبهم صحيح اصحابها ورواتبهم يحتاجوها وعقود جزء من عندنا بس انا اقول لهم يعني هم نفسيتهم ليش بس تطلع بس تدعي براتبك يعني ما عرفت تسوي القطعه بس همين على الكهرباء فاللي طلعنا ووقفنا هنا اصلا على مود الكهرباء يخلصون شغلتهم ويرحون واحنا موجودين هنا وباقي مظاهرتنا راح انه بتصير شنو يومية بالخمسة العصر هاي اللي نحن ونقول أبو أخر عندي شو كان 1100 بس ايش قلت نزل 600 فزون مشاركات عم نسوينا مشاركات اروح لكم فدوة بالجروبات مالنا سوونا مشاركات بجروبات اهل النجف حمي طينو ما يا حمي على راتي اه بس حميد ظل اسجيك مثل ما اسمع تفضل على مود العقل قد عوض ان شاء الله على مود الرون ايش ابو مود الكهرباء طالعين والشعب العراقي نايم لسه على الحار على الضيم معانيات هواي Let's go.
أروح لكم فدوى، شاركوا البث خذ العالم تجي، وشاركوا خاصة بجروبات النجف، شاركونا البث بجروبات النجف. شوف هاي العائلة من 1-10 ولحد هذا اليوم ما عافوا الساحة أبد، ولا عافوا المظاهرات، ولا عافوا المطالبة بحقوقهم. إيقونة المظاهرات هاي العائلة. اصحاب العقود اللي صار رواتبهم 6 أشهر من نشرنا احنا الاربعاء والخميس، وقلنا بانه نخرج على مود الكهرباء كمواطنين مو باسم اي واحد، هم استغلوا الفرصه واجوي على مود يوصلون صوتهم، وهم جزاهم الله الف خير. ولكن احنا الباقيين هنا الموجودين، ولو هسه تشوفونا قله، لكن كل الثورات بدايه بواحد. راح اذكركم بواحد عشره، واحد عشره وصلنا للساحه الساعه بالثنتين بينا عدد 6، اللي يرصدنا ما يقارب ما وصلنا للمية، لكن 12 طلعت بـ1200، وشفتوا 12 شنو اللي صار. فلا تتوقع هذا الشعب ساكت، لا، وإنما الشعب جاي يشوفك وين توصل. وهسا جاي يشاهدون ترى فقط النجف، احتراما احنا اكو مرجعية للشيعة واكو شيء احتراما، ما اطينا تصعيد بالنجف، وحكينا ويا المحافظات واعتذرنا منهم وقلنا لهم معاكم في حل البرلمان. اما احنا لا نريد نحكي كهرباء ما عندنا، نعم وطالعين على الكهرباء، محافظنا ونوابه فاسدين ومريدهم، والكابينه اللي تدير المحافظه فاسده مريدها، استغلت كل شيء الها، حتى الاستثمار اللي يخص المواطن ما ماشي. 32 مجمع سكني فاشل، مجمع ونص اللي توزعت فقط من سنه 2009 لحد الان، يعني المحافظه منهاره. ولكن احنا بالنسبه لنا ما اعطينا تصعيد، لو بالنجف مطين تصعيد الله وكيلكم، الله وكيلكم، ما يضل شارع ما ينقطع. بس احتراما شنو؟ لانه المرجعيه لها راي، وبانه هاي مرض كورونا اللي لقوه حجه، لكن هاي وقفاتنا راح تكون مستمره. وانا اذكركم مثل 1-10 كانوا 100 صاروا مئات الالاف، ومن الان اريدكم تسمعون تفهمون. يعني انا اعرف هسه مدير الكهرباء، اطلع يا اخي احكي ويانا فهمنا شنو قضية الكهرباء. انت يعني نظام راسك الى متى مثلا؟ الى متى؟ لما نصير هسه هنا الاف هنا وبعدين نقول صار اعتداءات؟ انزل هسه انت مدير الكهرباء، تعال اطلع لنا خلينا نسولف وياك، تفهمنا، تقول والله العظيم انا لا مطي لا للمعامل لا مطي للهاي، والكهرباء ما تكفيني، والشغله يم الثان، وبالاضافه اريد نوصل
للإدارة المدنية عمي ورأس الوزراء وزارة النفط حطوا غاز للمولدات وخلي يصير تعاقب ما بين المولدات وما بين الكهرباء الوطنية ولو يا مالك تعاقب بعد ربع ساعة جت نفس الساعات ماك احنا ابو المولد ومولد تعمل بسبوع تعطي حطوا غاز ابو المولدات وسوي الامبير 5000 دينار واذا اضطر الامر نسوي تصعيد. قضيتنا الرئيسية قضيتنا الرئيسية ضد الفاسدين تشوفونا وعرفتونا ابن الكاتب مالك بغير الكاتب مالتك لا والله ما تنتهي ما تنتهي قضيتنا ويا الفاسد منتهي لو تموتنا لو نشلعك لو تموتنا لو نشلعك يعني انت كلمة بديتها من صفاء هسه وصلتها الهشام الهاشمي رضوان الله عليهم عمي والله العظيم احنا بالنسبة لنا الشهادة حقيقة ماكو يعني فرحة لنا فرحة فوز بحد ذاته فوز بحد ذاته يعني نتوقع انا عايش وياك وانت معيش بالدين وباقي وياك ولا تتجير مظاهراتنا طالع لا هذا بالحقود خطيه 220 الف سالتهم يقولي 220 الف يعني 220 الف وانت مثل الطيرات به بس هو هم صوتي يطلع لي على راتب عمي يطلع ويا على الفاسد خلى شلعه وانت تاخذ راتبك هاي الرساله اللي وصلناها لا شيء اكيد مواطن عراقي نعم بس شويه هذا من خالص والله الدكتور قال هناك تجمع الساعه 9 وجيت الكهرباء ما بيها شيء يا عمي ربي يحفظك هذا امير المؤمنين ما بيها شيء ليش ما يكون زين ليش ما يكون شغله سياسيه عمي ايش بيكون يعني شنو لا والله سياسيه هاي سياسه الاذلال تسمى اي سياسيه يتعبون ناصر السعيدي خليه يضرب خلي الكاظم يضرب الاحزاب وشوف احنا بظهره انسان دلولع بس هو لحدنا مجرد حبر على ورق بس حكي ماكو فعل اضرب يد من حديد والمظاهرين كلهم بظهرك الا متى تظل بس اعلام واعلام يا الكاظمي شاركونا البث بجروبات النجف شاركونا البث اروح لكم فدوة شاركونا البث بغيرتكم عليكم دم الشهداء شاركوا البث خلي العالم تجي وتشوف شوف هاي العائلة شوف هاي العائلة هو مرته وجهالة كاتل من حر وجاي هنا ومن 1-10 لحد لا عباس عباس احنا مو بس اعلام وما بينا خير اشكرك على هاي الحكايه بس احنا جاي نكسر من عندنا وبينا عفتونا مثل جماعه الحسين عفتونا مثل جماعه الحسين وطلعوا ويانا وساندونا وشوفوا شو نسوي نضرب الاحزاب ونضربهم ولا لا والله نسحلهم سحل والله نسحلهم بالشوارع بس طلعوا ويانا وساندونا مو قاعد ببيتك وتقول لي انت بس حكي وبس حكي يعني اطلع واحد ايش اسوي نطلع 10 نفرات شو نسوي عليك
بس الشغب ما ظل الجيش اكثر من عندنا. طبعا يكتلون بينا وصار لنا سنة وما حد يحكي وياهم لان عددنا قليل لان ما طلعت العالم كلها. بس شوفوا لي هذا ابو الشغب حتى كتر ذاك الاحمر بعوله حتى كتر شايل كتر شايل هذا شنو هذا ايش تحاكي؟ والله عيب عليه يشيل رمانات ودخانيات على مواطنين عراقيين. ضم وجهه اهل النجف اللي قاعدين جاي يشوفون البث وقاعدين ببيوتكم وساكتين والله عيب عليكم والله عيب عليكم اطفال ونساء طالعات وانتو قاعدين لك شنو من زلم انتو المن حاطين شوارب بوجهكم المن تقولون احنا زلم اذا نسوان طالعه واطفال طالعه وانتو قاعدين ببيوتكم لا لا مش شغال حتى كتر شايل حتى كتر شايل لاني ما ينشال على مواطن عراق واخوكم انك وبيك حتى كتر شايل الله اكبر طوش طواري كش كان يشيل دخانيات وقامات يا دخل يا صوتي يا حميد حميد يا بس اريد ناكل يعني والله انا قلت له حيوان ما اشتغل واطلع الظاهر ليش ايش اسوي فيه هذا المنتسب من يوقف وياي خلي يسوق قدوه لغيره خلي يسوق قدوه لغيره هذا المنتسب مو واقف صار له 45 يوم بعد هذا المنتسب خلي يصير وياي يصير وياي مختلفين في كل شيء سد المواضيع لا اخوي المساعد العراقي على كهرباء ولا على يقول لك المدي أكباب بين من وراء مدري مين يطبون لحد أبو قاسم نبقى لحد ما يخلص دوام ونسد الدارة ونقول لهم بعد ما تنفتح بس أنا حتى مرتضى الركابي ابو الشغب واجبه يشيل كتر ابو الشغب حسين
اللي دافع عن الفاسد هو فاسد. هذا واحد يروح يسكته. حجي كافي كافي حجي كافي حجي كافي روح روح ويا والله ماكو كونه بس متبعين الربع من عندي. محسن لايز اشكرك ما ارد عليك ما انزل مستواك وارد عليك. عباس عباس قل له طريق عندك هذا مال لمس ما بتعشي كيف لك يا حسين لمس بدون عشاء. اي والله يا حسين المعضج الحجي يا عرب السيد يا عرب امام دائرة كهرباء نجف الاشرف اروح لكم في الوشارك البيت خلي العالم يشوف وتطلع. يعني بس هذول الاعداد العشرة 15 نفر بالنجف بس اردفتهم بس هذول ما عندهم كهرباء. شهداء قدوتي حيا الله ابن الميس بن ميسان بعد قرايبي لا بقلبه حيدر ابو زينب احنا ما طالعين مخربين احنا طالعين على مود الكهرباء نقدر نحرق ونقدر نسوي ونقدر كش نسوي بس انا ما طالعين مخربين عباس عباس انت ما ادري شو راح عمل قابلتني بالبيت ذيل
ما ندري وضعنا هيك يصير يا حساب لي جيتون دمرتونا ودمرتنا وهيلتنا وهم بفلوسنا تيهتنا سود الله لا يملكوا ولا الله جاكوا أم علينا احنا جايين نغني كافي حجي انا عارفه اجري لو تبقى قاعد مش يقولون علينا هسه احنا جايين نغني لو عندنا قضيه والله افتح لا شوف البنات شوف عمي اكاف اسكت خلنا شوف عمي اغني له بلغه اقول له لا حسين الماضي هو سويش الحج شوية هذه الساعة ناشد أهل النجف يا معودين يعني بس علينا مطفي الكهرباء بس هاي كم نفر الطاعين ما عدوا يعني والله عيب اطفال طالعة نساء طالعة وانتو قاعدين لك شنو من زلم انتو ابن السيد احنا حاليا امام دائرة كهرباء النجف يلا حل ليش كان ذيل يعني من جاي هنا طالب حقي وطالب كهرباء مواطنين ترى على مودك انت نايم بالبيت ما عندك كهرباء انا لو ذيك اكل اكل وادي نومتي نومه وادي مو نفس اليوم لسه ما حاط شيء ببطني لا عشاء ولا عد الان كل شيء ما ماكل وجبه واحده باليوم والله بالساحه أهل النجف كاتلهم الحر هسه وكهرباء ما عندهم بعدهم قاعدين ببيتهم كان من الصحون هيهات منا الذلة بس رياء أدفتهم هاي كاتلهم الحر هنا واقفين هنا قاعدين كاتلهم الحر عم ترى عندكم علم احنا بالساحه كهرباء عندنا 24 ساعه يا دوب تنطفي لها ساعه واحده لو ساعتين احنا بالساحه كهربانا زينه بس طالعين على مودكم طالعين على مودكم كهربانا زينه بالساحه نعرف نقعد ونسكت نغلس ونروح النار ليش صارنا 9 اشهر احنا قاعدين لان ما حطينا ايدي بيد وطلعنا سوا ما صرنا قلب على قلب وطلعنا ذابين كل الاعتماد علينا يا عرب السيد كفو منك يا معدل اروح لك فدوة اروح لكم فدوه شاركوا البث شاركوا بجروبات النجف خلي العالم اللي بالنجف تطلع وتشوف خلي العالم تطلع وتطالب حقها يا سيد يا عرب السيد اسمع يا عرب السيد مو يعرف السيد منين شافنا هذا لا قال لي اسمه يا عرب هو الولد قال لي والبث اللي تحت هذا يجيب لك الابطال جاي يشاهدون البث اروح لكم فدوه شاركوا بالجروبات ما يراد هالشي بس طول مشاركه بالجروبات خلي العالم تطلع وتساندنا قلنا من داخل البث مو بعيد
علي كربلاج احنا ما ملينا صار لنا 9 اشهر بالساحه. قد وصل البث تبع الناوي؟ 4-500. صدق والله؟ وين عمي شوي ثاني يوم يعطي مشاركه فوق الالف. شو؟ وين طلع وسه؟ هاي نادى طلع هاي. جالس تصور على ما مصور مصوره بس من زمان. والله عيب هاي اطفال تطلع تطالب حقها وانتم قاعدين ببيوتكم لك. والله عيب عليكم وعيب على شواربكم. والله يا الغير لازم باع. توجه الخبر بعد حل البرلمان. ابو عراق تعال تعال شنو حسن صار اسمك علي؟ هلا هاي الشرطة تضرب الكابوسات وتطلع. الله يا الله. يعني أنا بدي أسأل سؤال، هذا من ضرب الكراتين وإحنا طالبنا من القوات الأمنية قلنا لهم جايين عندنا وقفة على مود الكهرباء، يعني هسه هو قدام القوات الأمنية إذا ضربوا لو واحد واقف قدامه يكتله. كاميرات موجودة صورت ما يعرفون يطلعوه ويقولون هذا من هو اللي ضربه هسه سافاته وضرب الخطية. ليش تسوي؟ لك انتم مو قاعدين هنا ما طفرتوا عليه. خله بس. دخل. هذا خليه يروح ابو الشرطه خليه يروح. لا قالوا حسن خليه برا. لا لا ارجع ارجع اخي. مظاهرات على ود العوام. لا انا ارجع عدارد اطب واشوف سجينه سلقك رصيد. يلا انا يا تجيني قاطع الشارع عاني على مود المتظاهرين اللي جاي يطالبون بحقهم، لان ويانا عوائل ويانا اطفال. لهذا السبب قاطع الشارع
هذا هو اللي ضرب الخاص.